Education is one of the pillars of economic growth and transformational social change. مشروع كتاب اشتغل على العنصر البشري والعنصر المادي، اما المقوينين يلي نحن بحاجه لهم حتى يكون في عمليه تعلم سليمه. كثير استفدنا من العلبه بصراحه، بظل هذه الظروف الاقتصاديه الصعبه وفرت علينا كثير. انا بعتبر فكره المدرسه الصيفيه فكره كثير كثير ناجحه، بتساعد الاولاد وبتساعد اهلهم. كثير كانت الدورة مفيدة لأنه كثير ركزنا أكثر على نستعمل الماتيريالز تبع كتابي بطريقة كثير انتراكتيف مع الأولاد. خليت المدرسة من الدفاتر والكتب والأقلام وكل القرطاسية اللي ممكن يحتاجها الطالب. لو عم نقول قلم أو محاية أو مسطرة، بس فعلاً في ناس بحاجة لهي الشغلات وبحاجة ل يمكن مش قادر تجيب لهم هاي القرطاسية. الدعم اللي قدمونا اياه حبب الاولاد بالرجوع على المدرسه. نتشكر مشروع كتابي على الدعم اللي عم بيقدمه للاهالي وبظل جائحه كورونا والوضع الاقتصادي الصعب اللي عم بيمرق فيه البلد. I look forward to our continuing partnership to support Lebanon's educational system.